سيد رئيس الحكومة، وكما أكدت اليوم عندما عبر عن أسفه وحزنه، جاءت ذلك بناء على الإصابات والجروح التي سجلت سواء عند بعض المحتجين أو عند قوات العمومية المكلفة بالأمن. وكما تعلمون، وهذا متاح وسائل الإعلام الرقمية والشبكات الاجتماعية قدمت المعطيات المرتبطة بالإصابات التي حصلت في صفوف المحتجين، وكانت حالات، ولا يمكن لأي إلا أن يعبر عن ألمه وأسفه. لكن في نفس الوقت لم يكن هنالك تقديم للمعطيات المرتبطة بالإصابات والتي كانت كبيرة في صفوف قوات الأمن. وهذه المعطيات صدر على اليوم الأول بلغ يقدم المعطيات الأولى. الحصيلة الكلية، لأنه حصلت تطورت فيما بعد، الحصيلة النهائية هي الرقم الذي قدمته، أي 108. كذلك ما يتعلق بالحصيلة المرتبطة بالاعتقالات، وهم الأشخاص اللي موجودين في الحراسة النظرية على مستوى مدينة الحسيمة، موجودين حاليا في إطار الحراسة النظرية يبلغ عددهم 45، في إطار الحراسة النظرية في الدار البيضاء 2. الحالات الأخرى يعني الموجودين عند قاضي التحقيق، بمعنى خرجوا من مرحلة الحراسة النظرية، 97. الأرقام كما قدمتها وكررها، 48 بالبيضاء، 21 باستئنافية الحسيمة، و 28 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة. الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية إما بالحبس النافذ أو الموقف التنفيذ، 40. الأشخاص الذين يتابعون لكن في حالة صراح، 18. الذين حفظت في حقهم القضية، 16. هذه المعطيات الرقمية.